ده فارغ الاهلي اللي كانت بتضرب من مين على مين بقى؟ دوت من الاهلي على الداخليه. تمام، يعني الفارغ ده من اللي كان بيضرب على الداخليه. اه اللي كان بيضرب على الداخليه. تمام. جايب الكوله دي ليه هنا؟ ايه بقى؟ عشان الكلاب الغزله ما بتضرب، وعشان الداخليه برده، عشان مقايدين الداخليه برده والجيش برده في اللي بيحصل ده. الغزله لما بيضرب الهواء بيرجع يرجعه تاني على عساكر الامن المركزي. اه بيرجع عليهم برده، عشان كده واقفين معاهم برده، وجاب لهم بيبس عشان برده العين وكده، الكلاب مثيره للدموع. تمام. انت حضرتك الاعتصام ده كان مضايقك؟ اه طبعا. فانت مع تأييد فضل الاعتصام؟ صح، انا معاهم. وطبعا احنا مش عارفين نروح شغلنا، وشغلنا طبعا بتعطل، الميدان جوه مقفول، شغلنا كله في الجيزه هنا. تمام. وجايب ايه تاني غير الكوله؟ لا انا كنت جايب لهم كوله وبس، وهو بيبس. وطبعا هو الناس هنا طبعا جمعت مع بعضها، ونجيب اكل للداخليه وكده، يعني العساكر يعني غير. تمام، الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. انت شخصيا كنت مع فكره فضل الاعتصام ولا ضد فضل الاعتصام؟ انا كنت مع فضل الاعتصام بالصراحه. كان مضايقك في ايه الاعتصام او كده؟ انا مبدئيا حضرتك انا عايش هنا، فكون انا انزل كل يوم مثلا اشوف صوره ناس ميته ودم وجثث قدامي، شيء يعني صعب. وبعدين قافلين الطريق، انا مش قادر اروح جامعه القرم، مش قادر انزل بين السيارات، مش قادر انزل اي حته. وبعدين بقى المشاكل اللي بتحصل، مثلا لما اجي انزل من بيتي كل حد يطلب مني بطاقه، انت رايح ليه؟ جاي منين؟ طب لف. كان عذاب بالنسبه لي. انا بديك الاسباب مش السياسيه، يعني اسباب بقى الواقعيه، اسباب شخصيه بحته. اه بالظبط، عشان برضه اروح الجامعه مش قادر اروح الجامعه، كده عذاب، وانا كنت لسه متخرج. من الاخر هناخد مكنه من الاخوان النهارده، من الاخر والله. بعد ما احنا نمشي خد اللي انت عاوز. ايوه مش مرخص حالنا سنه، واحنا نقعد اليوم كله. ذهب ها؟ تعال نكلم ونش. تعالى هنا يا استاذ، انا جيب عندك يا ريس. مين اشتغل؟